السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول: لما أنا جيت على النوتيشن وقلت له color for legend وحطيته هنا وقلت له أعملهم بالروم وقلت له مثلا بالنيم، أوكي طيب هغير اسم غرفة فيهم ونبدأ نشوف. هو بدأ يديني الألوان، بس الألوان مش ظاهرة هنا في قلب اللوحة، اشمعنى؟ إيه السبب؟ يعني خلينا نفكر كده مع بعض. أول حاجة هي architecture، ممتاز. هاجي هنا اتاكد انها شدد او هيدن لاين بشوية فريم، وبعد كده المشكله دي حلها في كولر سكيم لوكيشن معموله في الباك جراوند. لا انا اخليها فورج جراوند، هتلاقي الالوان اتلونت بالشكل دوت. ولو انا جيت على اي غرفه فيهم اديتها اي اسم تاني هتلاقي خد لون مختلف. طب لو انا عايز اعدل الالوان دي هاجي هنا واقول له اديت سكيم واروح معدل الالوان زي ما انا عايز، اديها اي لون انا عايزه وهكذا.